الحمد لله اني حصلت على زوج زي كذا، يعني الحمد لله ان الانسان وجد الدعم، لانك مو كل مره توجدين الدعم. من هنا بدات القصه، من عسير وفي حي المنسك تحديدا بدات حكايه تعلق مختلفه بالحياه، امل ما ينتهي ويزيد قوه مع زياده الالم. احمد ومريم ابطال حقيقيين، كانوا لبعضهم سند وعون امام مرضهم. شاءت الاقدار في عام 2011 تقريبا، والوالد مرض غير معلوم تقريبا، الى الان احنا في 2019 له 8 سنوات بدون اكل وشرب. فراح امريكا مرتين، لكن افضل حل وجدوا له انهم وضعوا له مغذيه على ظهره. المغذيه هذه فيها سلك يغذي البطن، ف استمرت المعاناة مع تقريبا 8 سنوات لين وصلنا عام 2017. الوالدة ذاك السنة تقاعدت، ومر علينا يوم من الأيام تعبت تعب شديد، فلما وديناها مستشفى عسير المركزي مع التحاليل والأشعة وخبرونا يعني إن عندها سرطان، فما حبينا نفجع الوالد هناك. فأرسلت له قلت إني عندي، أنا كنت خريج من ثالث ثانوي، فأرسلت له قلت إن عندي حفل تخرج وحاب تجي الحفل. أنا المقصد مو الحفل، المقصد إن الوالد يجي ونعلمه بحالة الوالدة، لكن صعب إن نصدمه هناك. مريم إنسانة صبورة جداً، ما فكرت بالمرض والألم كثير. ساعدني الصبر، الصبر هو شيء جميل جداً جداً جداً. لو ما أنا صابرة على مرضي هذا وعلى حياتي وعلى كل شيء، طلع هذا كان طلعت إنسانة متذمرة. دعم من زوجها ومن عيالها، بدأت تطلع عندها مواهب الحقيقة ما كنا نعرفها عنها، اللي هي الرسم والكتابة لأنها مدرسة لغة عربية، وبدعم من الزملاء في القسم بدأت ترسم، وكان في اقتراح من الأخصائي الاجتماعي اللي سوي لها معرض رسوماتها وهذا ما تم. بعد قيام المعرض لها، بعد دعمها بتكوين المعرض لها، نجد اليوم ما شاء الله تبارك الله هي ملهمة لكثير من المرضى. كثير من المرضى عبروا انه هم برضو حابين انه يكون لهم الشيء هذا. شكرا، شكرا لك مريم. شكرا من القلب استاذة مريم عسيري. وحنا نقول دائما شكرا مريم. كل شيء في حياتي ما عندي. لبرنامج من السعودية نجاح العقيل.